مهم جدا في الحقيقه، وانا عايز اعيد الكلام بتاعه تاني لانه لازم نقف عنده يعني. وهو الراجل كان ايه قال ايه على حسابه الرسمي على تويتر، قال ان دايما الاهلي تحت الضغط، ولو فاكر ان الحياه في الاهلي ورديه وجميله تبقى ما تعرفش يعني ايه الاهلي، سواء مسؤول او لاعب او حتى عامل او مشجع. الاهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطه، وشوف الناس زعلانه ازاي، هدفنا غير هدفكم خالص، واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي، وكلنا معاك يا اهلي. وحته يفوقنا ويصحينا دي مهمه جدا، لان اللي جاي هو الاهم، فان انت لما تفوق وتصحى دلوقتي هتقدر تعالج في اللي جاي، وتقدر توصل للي انت عايزه من اللي جاي باذن الله تعالى. طيب، صفحه الاهلي اليوم على فيسبوك وجهوا رساله للاعبين بالتركيز على اللي جاي.